ومالنتها صدح إيه طبعاً كنوفمبر مركا ديار موتيدين أدي أدبان ديوة السلامة يا خدر عن خدك تلفون كلوان دين فرايا في الفري نمبر كينا إذا عدل ريدي والعدالة إنا وحوية كقصو قيب قشان أو أركت دين كليبة تان وأنا ندين كم هاد علينا يا إنتي وحوية ددالك يا شهدك يا هولها أدمانتي بسيو ذو الدين وحصلوا كلو جمهد علينا يا عدك استوى كقيب قاطتي ويلكي تبرعات كيسة يا وناتشن تيسة يا وحوية إن وحوية حالة إسعاف مثل كايسو قادو ما مسم سم سينا أي يضن أولي ويل كا رمتي لدل تاجن أو إن لا طالع دعيسا حالة إسعاف ما تأويل كانوا حلا يعني كوا ضور هاي إنه هدير ربك رحمك رأي كده وأنت نوه لإنه تختار دولدات أو بلاشة إن أو لما بقول لك تكاثر كده بحياة عينك كتر إنه وحنا قب قيا إنه هل هبين سي نقرب تشوك تدمنتي وقفل بقى حدا وأوجوده إن رمتي وجود تبرع أكون كا إرجابي يلا يا هيسو مرسل ولا شيء بضل يا لي مروي إذا عدينا ندر عن وين دادين دونا وحين كذا حد دونا دل دل الله ضع بعد إيش بدل دون كا أي كي يلا وحين كذا حد دونا واقع دور شو مهم مهمية دع وحين كذا حد دونا قاب كيلو وده شقين يجي وحين كذا حد دونا دات سنانتي لو كنت طبيعي طبعا يضيع 10 في يبوك جاري كقرنا قاعدة نغير سي إن أنا مرلا بعد إن أو أي أي أنا أهين تاسي مرلا بعد دلك كده إن ثانية واحد بتبعدين كروا دمانتين وقف كسطا إيدين كيدين كم إذا هي أهنتي قريب كنا قن كرا سؤال فر بدل أيدين في سويدين إنسان بتشرة أو عن إذا أنا عاوج على هاي إن عن إن 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 هاي لايت يدين كده المرة أو أنا أي نروح بدل كسي حكم سؤال حسوا حكم إذا طبعا إن وضد بدل سويدين هي إن دارش دی مکا باقانه یا محل کنود دگل کو قاره یا این کشور موضوع آخر او تابتهی حتی نم حنده لی واقع فر بدن بچه را آنچه علهی یه دنا این برنامه کن عاوا قیمتی سطح به این کدادیه نو و اینو قیم کجا می نگنه دمانتی مرکا چالیال مدلیالی مروین مل کشور دل کی دبده بیگدی کیسه نیسان اذا عدی ریلی ول عدالة یا الله فوده این کپ حیصا و ایدون این بدن رنتی کلام تنایده een waqtiyada ugu dambeeyay oo dhan ayuu hawada ku kala maqnay laakiin waa ka qofow kaasad soo dhaweeyneysa ninku kaas aan haysano hadalka iska yareeyo iska seexo ama ki ka haysta soo toosi macna kale isoo kordhinaysa ma jirto ee wixii su'aala qabtaan ee arrimaha doorashooyinka iyo hawlaheena kalaba ahlan wa sahlan wa marhaban bikum telefoonkeena lambarkiida cadal radio wal cadaala aya si toosa qof waliba uga qayb qaadanaya dalka iyo dibadda qofkii jecel in uu arrimahaasi ka hadlo ee todobaadii sanad ugu dambeeyay shaki bayna dilay marka waxaan lahayn beeshayda shaki ugu dilayow kaas iyo diyaar garow ayaa ka muhiimsan marka inta aad diyaariso cirka iyo dhulka halku doono shaki ka yimaado shaki xumaan ka la imanayaan isagay taasi u taalay adigu kaas uu diyaarso una diyaar garow doorashada تقال الآن وحم الصعدان بدلو بلا كارة بدلو بلا دولار بدلو بلا لعقة بدلو بلا خرشة بدلو بلا مراقبين بدلو قللا واتي قحرك إنك السوكاري تدب دي سنة ودنبي سببتا آن إذا عدا نفرطي أيان عاو إيا ريدين كتابا دونا برنامج كددوينها كبعد وحانا إيا ريدين كبقي دونا عبتي يا فضي حد تضبير طبعا لحدين نتحلي مركز لغاية ما دو كوي مامول كاليان تضبير صنك هاليني لكن تين نمية تابتين لابكن تضبير تمن تي تالي وحي لقر صدعنا ويكو قر صدع افر تالي كدو كورن اضيق عقفر ديا السبب وها لابكن تضبير تمن ساكن السبب النغن ايا وافر تالي كدو كورن نمبان ننكو قدو قنصان عنا حسبك ووضان الوسور حريهي هي النقع كوددك قولي تانو كوين حسب رقبيا هذا ما مغلي صح وحال يدين كل دارنا يا كوددك قولي تا قف بقف قولي تي إن عرف السور النوع حري ما راح هو مو حري لا ينتقل حسب بتشوك تاو حري بانو ما لا ينيا حساب على قصة على حساب تندور يعني دمن تنب عيدون كوكا شقيسان أو بحد يسب دلدون كورداني قريب كم نقطان عبت لما كنت طبيعي طبعا دعدي سيعني مرة بعد الدين هذا ما مغلي صح كرسي لعاني عليكم السلام كرسي لاني حل معها
dadaal la'aanina xal maaha marka wax kasta oo carqalad noqonaysa halkan ayuu taala taala uga sii taabanayna it must in kursiga doorkan uu yimaado hebel baa qaldamay muraaqibiin baa qaldantay doqon baa meel taabtay heblaayaa sidan tiri seerfar baa meel laga qaaday sidan ay noqotay waar failure is not an excuse maaha excuse guuldarro excuse maaha hadda ma laysa waxay noo haray waa shan bilood shanta bilood waa inaan la isuursanaan inuu wax waliba ka leer iyo waadax noqda waa ma laysa markay masiiba dhacdo in la yiraa sidan ay noqotay saas ay noqotay is not sidan iyo sidaas waa sidaa xalku waa ka salaamu calaykum waraxmatullah calaykum asalaam mr liban waa ku salaamay walaal aad iyo aad baan kaaga qaaday soo dhowo insha allah waan dhowahay mr liban waxaan rabaa inaan saddex qodob ka hadlo waanan kaaga mahad celinaya fursadaada siisay inaan ka hadlo ku soo dhowo idaacadda radio alcadaala radio alcadaala waa ku dhahay marka koowaad qodob koowaad lambar waxaan kaaga mahad celinaya wiilka dhallinyarada ahaa ee muddo aad reerkaagii gogoshaadii iyo aad uga guurtay gurigaagii oo aad garab gashay oo aad in muddo ah aad isaga la joogtay wallaahi waa wax bila aadantinimada iyo karaamada iyo sharafta qofka bila aadanka ah lagu qiimeeyo waad mahadsantay wax kale kumaa wadnaan ducaa ahayn haye walaal waa kaaga mahad celinayaa qodobkayga labaad xisbiga wadani iyo rajada shacabka annaga oo ah dhallinyaradii masheegi karaa ardaagayga iyo waxaa talo oo yaa diiday qabyaaladu waa caadiya sa dadku habar waliyo habeen garxajis iyo habeen hebel maaha anoo nin garxajisa dheh waraacaa kasiya aniga oo garxajisa oo welibana reer gabdoona oo reerigii gabdoona aad iyo aad baan adigana kuu salaamayaa oo ah nin adeerkay laxmiyana aad tahay soo dhowon salaamaya maadoo waxaan ku yidhi maadoo nin reer gabdoona aad isqarinaysay haya maado nin ree gabdoon oo ilaahay intuu garxajis ka dhigay weliba gabdoonkaasi dhigabaad isqarinaysay laba dambi ku galaya gaydanku ina allah ina waxaan isiri adigoo dadka yar ixtiraamaya inaad dadka maxaa dadka lagu ixtiraamaya wajcalnaakum shucuuba waqabaila litacaarafuu dadka maxaa bal horta waxaan idin weydiiyey dadka maxaa lagu ixtiraamaya micid bay dhibaysaa inaad tiraa nin garxajis ree gabdoona micid bay dhibaysaa inaad tiraado nin shareeshir doona sacad muusaana أحمد فرحة عبر جعلانة عدة دي ما يسواي دي ما يسوا والله تعارفوا ما أنا أولا ربي المسدد وينا والله والحقا تكو ساكرتا ميزر قيسي يا مستر بيبان ميارة هر قيسي كو ساكرين محلا لو دوما نيسا ما يكو ما ساكرين وحا كو ساكر اي مغالا ده دي سوا ساسا يتلي في سينام انان دي سعاشا عن أبو الكويت يتر كيستي haha iska soco hadda weeye kusaco haye waayey hay wiilka dhalinyarada wax filaya khadka ayaa ka yara xumaaday oo ka go'ay khadka telefoonkayda cadde radio cadaala si toos ah ku fariyay wax dhibaato ku jira ma jiraa cadde radio cadaala qofku inuu sheego jacalnaakum shucuuban wa qabaaila li taaarafu ay bimaana li taaarafu ay ku ma jirto hadaba maqlaysa Soomaaliya waa dir iyo digir iyo mirifle daarood iyo hawiye soo meeheen sida soo meeheen 4.5 soo meeheen federaal soo meeheen Soomaaliland waa sidaas leeg qabiilo waa gobollo waa reero waa wax weeye xaafado أبي إذن كم ترتى إذا عدل ردي العدل ردي قل ما تبغى الله الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله عاقل كي ما صوب قلعة وعاقل كي عاقل لاندير عثمان ورسل الجيل وكيف بدأت دي كلام قد ما شاء الله ما شاء الله قلت ما تسمى هيد مركن كل سعودية الله هيد وأنا قلت دي بيشا اسمع ورسل الجيل أن أدي أبقى عاقل كي أكسر دوين إن عفوا دي بلانا مردد نوتي فني كي رانا alawshiisii soo gudatay intii aad wadayna dir dadku ku ducaynayaanun ilaahayna dee ku sii laba laba ee xasanaad ka ragay fadlan way taas weeye waana wixii aad u xilsaaray dhibkuma jirto bulshada wax weeye in la baraarujiyo in loo sheego ninka hurdaa uu la toosiyo ninka aan kaarka haysanin inuu ninka hurdaa ka shaqeeyo tiro shaqada wixii uu xaq u leeyahay uu qabto ayaa loo baahan yahay hadal kale shaqiciqiyan lambay tiraa axmaarudu absolutely hadalku aal badani ma jiro
waxa weeye nin maqan oo dhaqaale bixinaya iyo nin jooga oo aan ka arheysan oo gacan socod ku qoraya oo dadka toosinaya oo shidaal ku shubaya oo qaadaya oo kaxaynaya si fiican ninka kale hadal la yimaanayo haddii isaga u taala taasi wax inaga inagu qosayo maaha sidii waan u kala laalaadayaayo sidii waan u ahaanay war sidii waa laga koro boqol sannadood baa la qoray dadka boqolkiiba boqol buu ay qoriyihiin dadku laakiin waa in laga dhex shaqaystaa bulshada oo qofka curyaankaa qofka gaabinaya qofka hurdada loo tagtay mid walba lasoo toosiyaa oo la qaadaa oo lagu talagalaa bajadan balaan waa in la shaqeeyaa oo dhaqaala la bixiyaa qaalku waa noocyo badan yihi marka xaaladda waxaan leeyahay dhalinyaray kusoo dhawaada mutacalimiinta kusoo dhawaada gabdhaha kusoo dhawaada hawsha wadaanka sii laaban laaba baan leeyahay dadka gudaha ku jira dadka dabada joogana waxaan leeyahay dawlaha ballanka haddeen inu ballanka hadda aan bixinno halo si fiican baan kuu maqlaya laandheer cismaan warsame jiir oo runtii dadaal iyo tacab fara badani ka galay isaga laftiisa howlahan inay halkan soo gaadhaan oo aan mahad gaara personally iyo idaacad ahaanba uga mahad celinayo in waxa weeye isbedelka cismaan uu qayb weyn ka ahaa. Cismaan warsame jiir, aad iyo aad baan kuu salaamaya. Waad mahadsantahay Libaano, dadkan waynu wada ducaynaynaa, weliba ducaynu ugu darayna waxa la leeyahay shaqaysta, shaqaysta, shaqaysta oo dadka soo dhaweeya oo ka qorta.